في هذا العرض أريد أن أعطيكم مثالا على ما يعرف بمطابقة المعلومات للخط، وبدلا من عمل عرض تقليدي باستخدام لوح الكتابة سأستخدم برنامج الإكسل حتى تستطيعون رؤية كيفية القيام بهذا بأنفسكم. فإذا كان لديكم الإكسل أو أي برنامج آخر يتعامل بالجداول لن تستخدموا الرياضيات به، لكنني أريدكم أن تدركوا ماذا يعني أن تتلائم المعلومات مع الخط. حسناً، إذن هنا دعونا نقرأ المسألة. يوضح الجدول التالي متوسط دخل ولاية كاليفورنيا، إذن متوسط الدخل من عام 1995 إلى 2002 حسب ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي. المطلوب رسم تمثيل بياني وإيجاد المعادلة. ماذا تتوقع أن يكون متوسط الدخل السنوي لعائلة ولاية كاليفورنيا في العام 2010؟ ما هي معاني الميل وتقاطع واي في هذه المسألة؟ دعوني أنسخ وألصق الصورة. أولا علينا أن نحصل على المعلومات بطريقة نفهم فيها الجدول. دعونا نصنع بعض الجداول هنا لنضع الأعوام ابتداء من 1995. هذا العمود الأول، دعونا نوسعه أكثر، ودعوني أضع فيه متوسط الدخل. هذا هو متوسط الدخل للعائلة في كاليفورنيا. إذا ابتدأنا من عام واحد أو من صفر أعوام حتى 1995، 0, 1, 2, 3, 4. في الواقع إذا استمريتم في النزول إلى الأسفل ستجدون أن التزايد يكون بمقدار واحد. ثم لدينا الدخل، سأقوم بنسخ الأعداد هنا: 53,807 دولار، 55,217 دولار، 55,209 دولار، 55,415 دولار، 63,100 دولار، 63,206 دولار، 63,761 دولار، و 65,766 دولار. حسنا، نحتاج فقط إلى هنا، سأتخلص من هذا، يمكنني أن أمحوهم. دعوني أتأكد من أن لدي أعداد كافية. هذه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، ولدي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. أريد التأكد من أنني حصلت على المعلومات بشكل صحيح. حسنا، سنبدأ الآن. سنجد أنه في برنامج الإكسل سهولة لا تصدق إذا كنتم تعلمون ما الذي تضغطون عليه. أولا تعينون هذه المعلومات وتنشئون جدولا، ومن ثم تنشئون تراجعا لهذه المعلومات. إذا كل ما عليك فعله هو أن تختار المعلومات، ثم تذهب إلى زر إدراج، وسأقوم بإدراج خيار الرسم البياني. ثم يمكنك اختيار الأنواع المختلفة من الرسومات البيانية. أريد أن أعين البيانات، سنبدأ. لقد قام بتعيين البيانات، هيا بنا. إذا ذهبت مع هذا الدخل الفعلي وهو بالسنة ابتداء من 1995، إذن 1995 كان 53,807 دولار، في 1996 كان 55,217 دولار. لقد قام بتعيين جميع البيانات. ما أريد فعله الآن هو ملائمة الخط. إن هذا ليس خطا بالضبط، لكن دعونا نرى. إذا افترضنا أن الخط يمكنه أن يمثل هذه المعلومات بشكل جيد، سأجعل برنامج الإكسل يقوم بملائمة الخط بحيث تصبح لدي كل هذه الخيارات من أجل ملائمة الخط بالاستعانة بها. هذه الخيارات المختلفة، أريد أن أختار هذا. ربما ليس بمقدورك أن تراه، إنه يبدو كخط يقع بين نقاط حيث يوضح لي معادلة هذا الخط. إذا قمت بالضغط عليه سنبدأ. إنه لا يلائم فقط، بل يعيد تعيين البيانات نفسها على رسم بياني مختلف. دعوني أقوم بتكبيره قليلا. لا، ليس إلى هذه الدرجة، دعوني أجعله أكبر بقليل. يمكننا تغطية البيانات الآن لأنني أعتقد أننا نعلم ماذا يحدث. دعوني أقوم بتغطيته بهذه الطريقة. إنه لا يقوم فقط بتعيين نقاط البيانات المتعددة، إنه في الواقع يلائم الخط مع تلك البيانات ويعطيني معادلة ذلك الخط. دعوني أرى إذا كان يمكنني أن أقوم بتكبيره قليلا.
سأنقله بعيدا حتى تتمكنوا من قراءته على الأقل، لأنه يوضح أن معادلة هذا الخط هي y تساوي 1882 وثلاثة بالعشرة x زائد 52847. إذا كنت تتذكر ما نعرفه عن الميل وتقاطع y، إذا تقاطع y هو 52847. استخدمت هذا الخط كمقياس، حيث أن هذا الخط يتقاطع على العام 0 أو 1995، فإذا استخدمتم هذا الخط كنموذج في 1995 سيكون الخط على 52847 دولار. البيانات الفعلية كانت خارجة عن هذا قليلا، كانت أعلى بقليل 53807 دولار، لكننا نحاول الحصول على خط يقترب قدر الإمكان من جميع البيانات. إنه يحاول تصغير مربع المسافة بين كل من هذه النقاط في الخط. إنه يعطينا هذه المعادلة الجميلة. الآن يمكننا استخدام هذه المعادلة لنتوقع أشياء. إذا قلنا أن هذا نموذج جيد للبيانات، دعوني أنزل هذا للأسفل قليلا، دعونا نحاول الإجابة على السؤال. إذا لقد قمنا برسم تمثيل بياني، لقد أوجدنا المعادلة هنا، والسؤال الآن: ماذا تتوقع أن يكون متوسط الدخل السنوي لعائلة كاليفورنيا في العام 2010؟ إذا هنا يمكننا استخدام المعادلة التي أعطيت لنا. هذا كان في 2002، يمكنني أن أكتب السنة، و2010 عبارة عن 8 سنوات بعد ذلك. دعوني أضع عمودا هنا. حسنا، هذه السنوات 1995، 1996، ثم أن برنامج الإكسل سيكون قادرا على إيجاده. إذا اخترت هذه وذهبت إلى هذا الزر الصغير وأقوم بالنزول لأسفل، برنامج الإكسل بالفعل قادر على معرفة أنني أريد إدخال سنة واحدة في كل مرة. إذن قلت السنوات من 1995 مرة أخرى، يمكنني الاستمرار بهذا الاتجاه هنا. إذن حتى 2010 يكون قد مر 15 عام، يمكننا تطبيق هذه المعادلة. يمكن أن نقول أنه سيساوي نسبة إلى هذا الخط، سأقوم بطباعته هنا، أتمنى أنكم تستطيعون رؤيته. سيساوي 1882.3 بالعشرة ضرب X. X هنا عبارة عن السنوات من 1995. يمكنني اختيار هذه الخانة، أو يمكنني أن أكتب العدد 15 بداخلها، هذا يعني ضرب 15، ثم زائد 52847. نضغط زر موافق ويكون التوقع 81,081.5 بالعشرة دولار. فإذا أكملت هذا الخط لثمانية سنوات أخرى، سيتوقع أن متوسط الدخل في كاليفورنيا للعائلة الواحدة سيكون 81,000 دولار. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم هذا العرض ممتعا. إن الجداول من الأدوات المفيدة جدا، فهي تعطيكم معنى لماذا النماذج الخطية تعتبر مثيرة للاهتمام، لماذا تعتبر الخطوط مهمة، وكيف يمكن استخدام هذه الأدوات لتفسير البيانات، وربما استنتاج بعض أنواع التوقعات. هذا الاستنتاج باستخدام التراجع الخطي. حظا طيبا.